اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن ماهر همام. ازيك كابتن ماهر؟ كابتن سلام، اهلا بيك يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. سنه حضرتك طيبه يا كابتن، ربنا يكرمك يا رب. ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن محمد؟ وكل سنه وانت طيب والحمد لله على سلامتك. الله يخليك، كل سنه وانت طيب. الله يخليك، كل سنه وانت طيب. كابتن ماهر، الحقيقه يعني خليني ابدا مع حضرتك كيف رايت مباراه الاهلي والجونه بالامس من وجهه نظرك الفنيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مباراة الأهلي وجونة إسلام، لما تبص كده ما مرتش على أجيالنا فترات فيها الأزمات دي أو الأزمة دي أو الظروف اللي بيمر بيها النادي الأهلي خلال الفترة الحالية. والظروف ديت زي ما قلت كده إسلام محتاجة تكاتف بشكل كبير جدا من منظومة. يعني مجلس الإدارة بكابتن محمود الخطيب، لجنة التخطيط، الجهاز الفني، اللاعبين، الجماهير، لأن إسلام الجماهير الفترة اللي فاتت ديت زعلانة جدا 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 من الأداء اللي بيحصل من خلال اللاعبين في الفترة ديت. وفي نفس الوقت كمان حاسين بعدم الروح اللي هم تعودوا عليها، روح الفنانة الحمراء. الشعارات اللي احنا يعني عشنا عليها وتولدنا عليها، وبمن حضر وروح الفانيلا واصرار اللعيبه والدقيقه 90 والبطولات اللي احنا حققناها، كل دي يعني شعارات اتولدنا عليها وعشنا عليها. مظبوط. لكن الفتره دي في ضروب واضح قوي لفرقه الكوره او الفريق الاول يا اسلام، وانا يعني من ضمن الناس المتضامن معاهم، لان هم برضك معذورين. لو هنبص هنلاقي 3 سنين ورا بعض اللعبة دي انا بسميهم رحاله، رايحين جايين بين افريقيا وبين دوري وبين كاس وبين منتخب. وثلاث سنين في الشغل المتواصل للاسلام صعب جدا، 3 سنين باستمراريه بهذا الشكل بينتج عنها بقى الكلام اللي احنا قلناه، مستشفى النادي الاهلي، اجهاد النادي الاهلي، اللعيبه حصل لها نوع من الاشباع القروي، واحنا مرينا بيها. ويمكن انا وانت وحشيش لما يبقى عندنا اشباع قروي بتلاقي الامور بقى فيها نوع من يعني اللعيب محبط، اللعيب زهقان، اللعيب متضايق. نعم. لكن عايز اقول اسلام، قوه النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي لما كيرف ينزل بيك في علم التدريب زي ما بيقولوا، لازم يحصل استنفار من المنظومه ككل عشان نرجع للمكانه الطبيعيه اللي احنا متعودين عليها. الكلام ده اسلام محتاج طبعا زي ما احنا قلنا، اول حاجه من قياده الكابتن محمود الخطيب، وهو بيساند بشكل كبير جدا اللعيبه من الجانب النفسي. نعم. يعني على طول هو في ظهرهم وعلى طول هو معاهم في الجزئيه دي. النقطه الثانيه، يعني بعض الاقاويل قالت ان اللعيبه العامل البدني قليل بالنسبه لها خلال هذه الفتره، فمحتاجين ان احنا نزود على العامل البدني. الحاجه الثانيه كمان ضياع الفرص وضياع الاهداف في المباريات اللي احنا بنشوفها، واخرها يمكن مباراه الجونه، محتاجه برضك وقفه من الجهاز الفني ازاي يصلح الاخطاء ديت، وازاي كمان اللعيبه اللي هي الموهوبه، اللعيبه الهدافه اللي موجوده في الخط الامامي بالنسبه للنادي الاهلي، لما تيجي فرصه اسلام هنا بقى يعني مهاره لاعب النادي الاهلي وامكانيه لاعب النادي الاهلي لازم يسجلها ويستغلها. نعم. لان احنا شفنا في المباراه اللي قبل كده ضياع فرص كتيره جدا جدا، وبعدين في الاول والاخر بتبقى النتيجه عكسيه على اداء لاعبي النادي الاهلي. تمام. كابتن حشيش، برضو من وجهه نظرك الفنيه ايه هي اسباب التعادل السلبي؟ بص انا يعني هتكلم باكثر واقعيه شويه. فضل. يعني الاداء امبارح كان سيء. نعم. وده سلسله الاداء السيء بقى له اكتر من ماتش. اوكي. يعني عشان ما يعني ايه ما نلفش وندور، ما نجملش الموضوع. احنا بقى لنا كابتن اسلام يعني يمكن 8 مباريات الاخيره في الدوري، انت بتتكلم على 5 تعادلات وماتش خساره وماتشين مكسب، يعني أوكي. ضيعت بنط كتيره جدا خلال الفتره اللي فاتت، يمكن اكتر من 13 بنط كان ممكن يعني يودوك في حته تانية خالص وتبقى مستريح دلوقتي. القصه دلوقتي بقت مدير فني جديد جاي في ظروف صعبه جدا، لسه ما يسالش عن اي حاجه خالص. أيوة. في الموضوع مهمة خالص يعني الحقيقه، يعني عشان نكون منصفين، الراجل ما يتسالش ولا الماتش الجاي ولا اللي بعده، لازم ياخد وقته. أوكي. جاي في توقيت
اللعيبه لازم نصنفها لثلاث حاجات. في لعيبه مجهده ذهنيا وبدنيا وتعبانه اخر تعب، اللي هي اللعيبه اللي كانت اساسيه في النادي الاهلي وفي منتخب مصر. مظبوط. دول حتى يعني انا احساسي ان هم حتى في تشبع من الكوره. المجموعه الثانيه اللي موجوده مجموعه كانت موجوده وما بتلعبش مع موسيماني، بتلعب تخطيف، تنزل ثلث ساعه يريح الماتش اللي بعده، 10 دقايق في الماتش اللي بعده. المجموعه الثالثه وهي الناس الصغيره اللي اكتشفناها في كاس الرابطه وادت بشكل كويس، اللي منهم زياد ومنهم كوكا ومنهم مصطفى شوبير وكده. الكوكتيل ده كابتن اسلام ما تقدرش كمدير فني جديد ان انت تحكم على التلاتة دول مع بعض خلال الفتره دي، ما تقدرش حتى تدي جرعات تدريبيه واحده للناس دي. مظبوط. لان الناس اللي المفروض ان انت تشيلك الفتره دي بعيده فنيا، زي ما قلت، اللي هم المجموعه الثانيه اللي كانت بتلعب تخطيف مع موسيماني. انا مستغرب كمان فين اللعيبه اللي خرجت من اصابه بقالها فتره والمفروض تشيل الفرقه دلوقتي، هي اللي تشيل بقى عن الناس التعبانه زي محمود متولي، زي محمد محمود، زي الباك ليفت وحيد. يعني الناس دي كان المفروض هي اللي تبقى موجوده دلوقتي. صح. لان ال 30 لعيب بتوع النادي الاهلي المفروض ان هم مستوى واحد، طالما لعب في النادي الاهلي وكان مقيد في النادي الاهلي. كابتن عشيش معلش، بما ان حضرتك فتحت موضوع انا كنت هسال فيه بعد كده. اه. وهو موضوع مهم جدا. هل زي ما بيتقال، انا هقول لحضرتك انا النهارده يعني هكون اكثر واقعيه واكثر صراحه في كل شيء. بمعنى انه هل موسيماني كان سبب في هذا الامر؟ بمعنى هل موسيماني كان بيعتمد على 10 11 واحد والباقي شكرا؟ انا في اعتقادي مليون في الميه، مليون في الميه، على الرغم من ما له تاريخ كبير وسيظل دائما اسمه موجود في النادي الاهلي وعامل نتائج ما بتتكررش وكل حاجه. لكن انا بتكلم على مدير فني. انما الفتره دي كشفت الموضوع ده، ان انت عندك لعيبه كان ممكن تشيل النادي الاهلي دلوقتي. انت في عرض اتنين لعيبه مستريحين يبقوا كويسين. اوكي. يعني انما دلوقتي انت مش لاقي الناس اللي هي المفروض تلعب. حتى صلاح محسن كان بياخد تخطيف، اللي هو ده المفروض ابتدى ياخد دلوقتي ويلعب. فانت القصه دي كلها لازم تعمل لك الدروب ده كابتن اسلام، لازم تعمل الدروب ده. وانا اعتقد، ويا رب يطلع كلامي غلط، ان الكلام ده ممكن يستمر. انت عندك اصعب فتره هي الفتره اللي جايه في النادي الاهلي. انت هتلاعب فيوتشر الماتش الجاي، بعديها باربع ايام هتلاعب بيراميدز، بعد كده بتلعب نهائي كاس مصر مع الزمالك، فبتلعب مع يمكن تقريبا اقوى ثلاث فرق في المنافسه دلوقتي. صح. المربع الذهبي في الدوري. فانت كمان ما عندكش، يعني انت ما عندكش، انا اقول مثلا الناس اللي تعبانه ومجهده، ما ينفعش الناس دي اللي هي طالع عينيها بقالها كذا سنه تيجي تقول ايه، طب انا اريحه ماتش او اريحه اربع ايام. ما ينفع، مش هستريح، عشان ما يضحكش على بعض، هتبقى نفس القصه. انا في اعتقادي، وده حل وده راي خاص ممكن يكون غلط، يعني لازم الفتره الجايه استعين بالناشئين اللي هم قريبين من الفرقه اللي لعبوا، اديلهم لسبب. انت كنت خايف عشان الماتشات حساسه ورا بعدها. هو ماتش امبارح لما تيجي تتكلم برضو يا كابتن ماهر، تمام، مين احسن واحد؟ زياد. يعني زياد لسه كان نازل، ما لعبش ربع ساعه ثلث ساعه، ولكن زياد كان افضل لاعب. تمام. بلاش افضل، تمام، من افضل اللاعبين، لسه صغير وكل حاجه وبتاع، ولكن تمام، من افضل اللاعبين اللي كانوا موجودين. يعني بمناسبه الكلام اللي حضرتك، ليه ما لعبش انا كمان كوكا يبقى موجود، ما لعبش محمد عبد المنعم الباك الشمال لعيب 2001، محمد اشرف لعيب كويس جدا وقوي وبتاع. وبعدين عايز اقول لك حاجه، ما هو انت كنت خايف الفتره اللي فاتت وما عندكش الجرأه، الماتشات متتاليه وماتشات كلها صعبه، فانت خايف تفقد النقاط. طب بعدين انت لعبت بالاساسيين مره واثنين وثلاثه واربعه وفقدت برضه يا كابتن ماهر النقاط اللي احنا بنتكلم عليها. طب ما تعملها بقى وتخلي قلبك جامد. وده على فكره هيجرنا الموضوع يا كابتن اسلام، ان اللي هيفيد الراجل المدير الفني في الموضوع ده هو سامي قمصان، لان سامي قمصان هو اللي عارف مين القريب من الولاد دول. لو غذيت الفرقه في المرحله اللي هي مجهده زي ما بقول لك فنيا وبدنيا وعليها ضغط بالعناصر الشابه الصغيره مع جزء من الخبره، على الاقل في كل خط يبقى فيه حد، يعني يبقى فيه روح بس وفيه شباب موجود، عشان خوفا من تكرار الموضوع. يعني كابتن ماهر امبارح، يمكن لو في الشوط الاول اتكلمنا عن فرصه او فرصتين، الشوط الثاني سبع فرص، خمس ست فرص. طب وبعدين
اهدار فرص يعني النهارده او امبارح انا اسف مش اول مباراه، والمباريات السابقه سموحه نفس ضيعت 20 جون وكان ممكن يخش فيك 10 يعني كنت ممكن النتيجه تطلع 20 4. 10 مثلا. انا بهزر طبعا، لكن طبعا اقصد ان عندك عدد كبير من اهدار الفرص. حلو ايه الحل يا كابتن؟ حضرتك مدير فني كبير وقدير، اشرح لنا الحل. بص يا اسلام، هقول لك زي ما حشيش كده صنف فرقه النادي الاهلي ثلاث مراحل. مرحله اللعيبه الدوليين اللي هم المجهدين اللي هم واقع عليهم لود كبير جدا المصابين. انت عارف يا كابتن، انا اسف انا اتمنى ايه؟ اتمنى ان حد يطلع من الناس اللي بتقعد تتكلم دي ويقول لك اللعيبه بتوع الاهلي، ما برضو خلي بالك في اجهاد وكل حاجه، لكن اتمنى ان يطلع يقول لنا، يشوف يعمل لنا عدد لعيبه النادي الاهلي لعبوا كم ماتش مع النادي الاهلي ومع المنتخب. بالظبط، احصائيه يعني. احصائيه، هتلاقي ان لعيبه النادي الاهلي فوق 60 ماتش. نعم، مثلا واحد زي السوليه ده مثلا، سيبك من كم ماتش كمان يا كابتن، اللي بعدك في بقيه الانديه. صحيح، لعب قد ايه؟ لا فرق كبير جدا. كتير، هتلاقي فرق. لو مثلا هم 30 ماتش مثلا، يعني مثلا 30 ماتش، هتلاقي السوليه لاعب، واحد زي السوليه لاعب، واحد زي الشناوي، واحد زي حمدي فتحي، واحد زي شريف. صحيح. واحد زي محمد عبد المنعم، واحد زي ايمن اشرف. انا اهو بقول اهو نسبه كبيره من الفرق من 11. صح طبعا، لاعبين لو السنه كلها فيها 30 ماتش دولي، لاعبين 31 ماتش. صحيح. يعني بالظبط 29 ماتش مثلا. صح لان اقرب المنافسين خرج من دوري المجموعات. لو كلب في افريقيا حضرتك بتتكلم على الزمالك. طبعا مثلا بيراميدز برضه نفس الكلام. انا بتكلم على اقرب حد يعني خرج من دوري المجموعات. صح. وما كانش عنده سوبر افريقي، وما كانش عنده كذا كذا، بقالنا سنتين ثلاثه ورا بعض. فاللعيبه النقطه المهمه اسلام، ان المجموعه الثانيه ديت لما تاخد فرصه لازم ما تسيبهاش. يعني ده المنافسه الشريفه اللي بين لعيبه النادي الاهلي اللي هم 25 او 30 لعيب مع بعض. يعني انا كمان بعاتب على البدلاء، مش عايز اسميهم البدلاء، اللي هم بينزلوا الشوط الثاني. اذا كان مستر موسيماني او مستر ريكاردو لما بينزل الشوط الثاني يا اسلام، ايوه انا كمان عايز اقول للراجل ان انا لعيب مؤثر، ان انا لعيب استاهل ابقى موجود من بدايه المباراه. ليه دور؟ يعني ليه دور، ودور مهم جدا. والنادي الاهلي مختارك عشان عارف انك انت لعيب كويس ولعيب مؤثر، اذا كنت في حاله الدفاع او في حاله الهجوم. ايوه، فمهم جدا. واللعيبه اللي بتنزل يعني عشان تصنع لنا الاضافه، معظم التغييرات بتبقى هجوميه، لان انت عارف يا اسلام كل فرقه بتقابلنا بتكتل دفاعي. نعم. وزون ديفنس، فالدنيا بتبقى مقفوله، فبيفضل الوقت بيسرقنا، واحنا تملي بنطلع في الاستوديوهات التحليليه حتى بنقول حشيش خدوا بالكم يا جماعه، اخطر توقيت المباراه الربع ساعه الاولى. احنا متورثين طول عمرنا اجيال ورا اجيال الربع ساعه الاولى اللي احنا بنفتح بيها المباراه. مظبوط. اللي احنا بنخلص بيها دايما، حتى لما احنا كنا بنيجي اي حد بيلعب ضد النادي الاهلي يقول لك ايه، اقفل على النادي الاهلي ربع ساعه الاولى وبعد كده نشوف، وبعد كده الدنيا تمشي. فمهم جدا اسلام يبقى التركيز بتاعنا من بدايه المباراه، حتى دوافع المباراه وخطه المباراه واستراتيجيه المباراه. أيوة. المدير الفني يا جماعه يعني لازم الستارت بتاعنا يبقى قوي جدا في اول ربع ساعه تلت ساعه، نضغط على الخصم عشان نغلطه عشان نقدر نجيب جول نفتح بيه الجيم. ده جزء مهم جدا في الشغل. الحاجه الثانيه يا اسلام، معظم اولادنا الموهوبين اللي بينزلوا الشوط الثاني هدافين. يعني النهارده صلاح محسن لما جه له واحده حشيش على دماغه وهو بيجيد العاب الهوا، يعني وعنده اتقان بشكل كبير جدا، وبعدين تضيع منه مره او مرتين، فدي برضك مشكله. حسام حسن شفناه في مع سموحه هداف، وشفناه في الدوري الليبي، وحتى في مباراه سموحه الاخيره لما نزل عمل اختراق جميل جدا بين الباك والسد باك، وبعدين لف 180 درجه وجاب لنا جول. برضك حسام لما جه لك جوه السكس يارده مصلحه لك، لازم تجيب جول يا اسلام، اللي تفرق معاه هو وتفرق معانا احنا، هتعليته دي في حته ثانيه. بالظبط، لانك انت ثلاث نقاط وهيكون ربنا موفقك. معلش يا كابتن، ولكن سبب فيها حضراتكم عودتونا دايما تقولوا لنا ايه، الروح القتاليه الروح القتاليه الروح القتاليه الروح القتاليه. لو جمهور النادي الاهلي انت امبارح اتعادلت او اتغلبت في ماتش سموحه خلاص، بالظبط، وروحك القتاليه جوه الملعب على اكمل وجه. صحيح. وكل واحد فيكم بينفذ، كل واحد في اللعيبه يعني بينفذ دوره وبينفذ وبيموت نفسه في الملعب، ان انت تتغلب دي بتاعت ربنا مش بتاعت حد. صحيح. والروح القتاليه دي يا اسلام انت اتكلمت عليها ونوهت عليها وقلت بتيجي من الكباتن حشيش، طبعا من القيادات اللي موجوده، وده انا كنت عايز اسمعها النهارده. النهارده ما شاء الله احنا عندنا في الخط الخلفي عندنا الشناوي في حراسه المرمى يقدر يقود الرباعي اللي موجود قدامه، عندنا ياسر عنده خبرات،
عندنا علي معلول عنده خبرات يقدر يقود بص يا كابتن ماهر الناس اللي حواليه وليد سليمان كل اللعيبه الكبار دول كنا نتمنى نقول واحنا ايامنا احنا في عيالنا لو تفتكروا كنا بنقول الستة الكبار الستة الكبار دول بيقوموا بدور المدير الفني مع الراجل يعني ليهم دور كبير جدا في لم الفرقه الدوافع من خلال الستة الكبار الاجتماعات اللي بتدور بين الستة الكبار واللعيبه المهم كابتن ماهر كابتن اسلام ايوه يعني عايزين برضو نخوض في العرف زي ما اقوله في العظم يعني كلام اتفضل. يبقى يعني اللعيبه اللي ما كان لهاش فرصه انها تلعب ايام ما كانت الفرقه 100% واقفه على رجليها يعني كلها يعني كابتن مثلا بيتكلم على حسام حسن مثلا بالظبط انت ما كنتش بتشتغل خالص وكنت بتزعل وكنت اسف يعني والمواقف في موسيماني خلتك تعيط في فتره من الفترات مظبوط صلاح محسن كنت زعلان وقاعد وكان باين عليك وانت قاعد لما بيجي لك الفرصه وما جاتكش الفرصه مره واتنين ده انا جات لي الفرصه ذهبيه ان انا حاسس الناس ان انا اللي شايل فرقه النادي الاهلي الفتره دي الحاسمه في بطوله الدوري يعني صلاح مثلا بيأدي بشكل جيد يعني الكره بس لو كان جاب جون واحده بدماغه زي ما الكابتن ماهر قال الكره الثانيه اللي حطها من شويه حسام حسن الكره اللي بيتأدي نزل ربع ساعه عمل شغل انا عايز اقول لحضرتك حاجه فضل. يعني اللعيبه دي ما بتغيرش على نفسها الاول انا غير على نفسي انا الاول اشوف مكاني الفتره اللي جايه النادي الاهلي انا اعتقد الفتره الجايه هيبقى حسابه جديد مع الناس كلها لان النادي الاهلي واداره النادي الاهلي يعني بصة لجمهور كبير وراها عايز ياخد بطوله وعايز ياخد الثانيه والثالثه البطولات اللي فاضله فانا لازم اشوف نفسي انا موجود في النادي الاهلي الموسم الجاي ولا لا من خلال الفتره اللي جايه لا انت هنا ما بتتكلمش على صلاح ولا حسام بس انت كلامك لا بتكلم على اللعيبه ككل كل اللعيبه الناس اللي ما لعبتش بقى لها فتره وجات لها فرصه لازم امسك فيها وادوس فيها جامد لان لو اللعيب اللي جنبي اللي انا شايفه اللي هو لعيب المنتخب التعبان وانا لازم اشيله يا كابتن ماهر جنبي لازم انا اشيله صح تاني حاجه كمان موضوع التركيز احنا لو شفنا مثلا ماتش سموحه الاخطاء اللي ادت الى الهزيمه دي اخطاء عدم تركيز يا كابتن ماهر وانت كنت مساك وعارف طبعًا الكلام ده طبعًا اما باص الكرة بالعرض طبعًا مش متقنه وباص الثانيه مش في الرجل انت عارف انك كل ما بتقرب من جونك لازم عشان تباص لحد يا كابتن اسلام مزبوط. تباصي في الرجل ما تباصيش بعيد عنه صح. زي ما حصل في الجون الثاني من رامي وديانج يعني الكلام ده كله عايز تركيز عايز اللعيبه فعلا تركز تركيز جامد انا هنزل اعمل ايه انا اللي هنزل اكسب النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه الفتره اللي جايه مهمه جدا الاستعجال يعني برضو حمدي كده كابتن اسلام في شفنا المنظر ده اتنين بيكلموا بعض بيعدوا بعض بالشكل ده يعني انت فاهم ازاي لا شد حيلك واللي بعده هتيجي اللي بعده بتحس عشان كده يا كابتن انا كنت مصر وبرضو حضراتكم تصححوا لي يعني انتوا عديتوا باجيال عظيمه جدا 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 يعني انا كنت بأصر دايما على انه دلوقتي مش دور وجهه نظري ما اعرفش صح ولا لا انه دلوقتي مش دور جهاز فني لا خالص خصوصا بقى لما يبقى الجهاز فني ما بقالوش اسبوع بالظبط جديد دلوقتي وجهه نظري هو انا حتى حكيت في بدايه في الانترو كان الاقي ايه ابو تريكا يكلمني يقول لي بص احنا من بكره كل الفرق يكلم الايه مش اسلام يكلم ال 30 لعيب على الفجر بعد صلاه الفجر يعني وقت صلاه الفجر تمام يلا يا جماعه نصحى دلوقتي يلا اسلام يلا محمد يلا كابتن حاج يلا 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 يصحي الناس كلها كل واحد في بيته احنا مش في معسكر احنا كل واحد في بيته تمام جمعه كان يكلمك يقول لك ايه بعد صلاه الظهر تلاقيه بيكلم جمعه بيكلمك بقى تقرا ايه جزء مثلا من مثلا ما شاء الله تمام فكانت في انا بتكلم على حاجه كانت بتحصل بالظبط انا مثلا اكلم اقول لهم بقول لكم ايه انا الاسبوع الجاي انا عازمكم عندي كل الفرقه صغير قبل كبير صغير قبل كبير انتوا كلكم عندي الاسبوع اللي جاي واحنا قاعدين بقى لا يقول له عم انت الماتش اللي فات مش قادر تجري صح وده ابو تريكه يقول لك ابو تريكه العتاب الجميل العتاب الجميل العتاب بينا وبين بعض بقى صح طبعا بعيد عن الجهاز والنادي بعيد لا 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 بعيد عن النادي وبعيد عن الجهاز وبعيد عن كل ده وكل واحد عنده مقدره انه يعمل حاجه بيعملها تمام يعني ابو تريكه عارفين ان هو بيصحى على الفجر ودايما صاحي ويصحى ويعمل فهو اللي يكلم الناس جمعه كذا يبقى جمعه بركات مثلا تيجي تهزر معايا يقول لك بقول لك ايه ركز بقى خلينا نركز في اللي احنا فيه وبعد كده احلها الف حلال صحيح كل واحد ليه دور وكل واحد ليه حاجه كان بيعملها بينا وبين بعض مانويل عرف بعد 10 ايام 15 يوم كده ان احنا ايه كنا كل يومين ثلاثه اسلام مره كابتن ماهر همام مره كابتن محمد حشيش مره كل واحد في بيته في البيت ومراتاتنا تبقى قاعده وكل حاجه وانت قول له ايه ده يقول له ايه عارف دي يا كابتن اسلام دي اللي كانت بتجيب ايه
البلاس 90. اه بالظبط كده. انما انت سالتش نفسك البلاس 90 غايبه بقى لها فتره ليه عند النادي؟ انا بشوف ان مفيش حد اجتهد اكتر في الملعب. بالظبط كده. بالظبط كده. بالظبط كده. الاجتهاد الجامد والقرصه الاخيره والاصرار، الاصرار حتى وانت تعبان، الاصرار الجامد ده زي ما انت قلت قبل كده ان الاصرار ده هيبان للجمهور حتى لو اتغلبت. حتى لو اتغلبت لا قدر الله. انا هقول لك حاجه كمان يا اسلام حشيش. كمان لازم انت كمان تقيم نفسك. بمعنى انا بقى لي فتره مثلا مش عارف اقف او بخطا في تقديرات الالعاب اللي في الهواء او في التغطيه او انا وحشيش يعني خلاص. فبتيجي بتعاتب نفسك او بتحاول انك انت تزود نفسك. صحيح. عن طريق الحاجات الخاصه اسلام. صح. نعم. بمعنى ايه؟ ان احنا عدنا نقول الاجهاد وكل 3 ايام مفيش استشفاء. والله معلش كابتن انا اسف. لا معلش انا هقول لك على حاجه. انا قلت الكلام ده قبل الهوا. والله العظيم ثلاثه، والله العظيم ثلاثه. انا لسه شايف الكابتن ماهر دلوقتي. يعني كابتن ماهر اللي بيقوله ده ما احنا مش متفقين عليه. كابتن ماهر بيقول الكلام ده لانه ده يعني ده الاهلي كده. النادي الاهلي كده. وبعدين اسلام انا اكتشفت يعني انا قعدت لما درسنا علم التدريب وقلنا كل 3 ايام مباراه، يعني فعلا حالتك الطبيعيه بترجع بعد اليوم الثالث، فبتلعب مباراه فبيبقى فيه لود اكتر. لكن العلم الحديث يا اسلام في علم التدريب بيقول لك لا، حط ايدك حتى لو 10 دقائق في الثلاث ايام على الحاجات النواقص اللي احنا شفناها. الاخطاء مستر ريكاردو الاخطاء قاعد بيأيد. انا بطلب من مستر ريكاردو ان هو يحط ايده في الثلاث ايام اللي جايين على المشاكل الدفاعيه، ان شاء الله حتى بالمشي، ان شاء الله حتى بالكلام، بالميلان، بالتغطيه. لازم يبقى في مراجعه على الاخطاء اللي بتحصل لنا اسلام عشان ايه؟ اذكر. صح. ويبقى في شيء من الوعي، في شيء من الاعداد الذهني للاعب. تاني حاجه بالنسبه للحاجات اللي احنا شفناها المؤثره على الجول، الحاجات الثابته اللي احنا كنا بنتقنها بشكل كبير. يعني النهارده لما يجي لك ضربه حره داخل 6 ياردة وبعدين تتعمل بالشكل ده، فاكيد في تسرع، في عدم اتقان. الحاجات الثابته اللي كنا مميزين بيها الكورنر، ان كنا بنقدر نعمل تريك فيه وبعدين بيروح مثلا عبد المنعم قريبه بيحولها بدماغه مثلا وبنجيب هدف. بالنسبه للجمل يا اسلام مهم جدا الجمل اللي احنا متعلمينها او بنتعلمها. يعني ده مثلا ده جزء مثلا من ضمن الحاجات اللي المفروض الراجل يراجع عليها. الحاجات دي ملحوظه، ضياع الاهداف بهذا الشكل، انزل واخد بالك واشتغل مع طبعا صلاح محسن. يبقى انا شريف، محمد شريف. شريف اسف. يبقى شريف استلمت مساحه الجول باينه يا اسلام، باينه. لكن في رعونه وفي يعني كره تتشط في الجول ما تتشط يعني بالظبط، عدم تركيز. فانا عايز اقول لك ان النهارده علم التدريب بيقول في الثلاث ايام لازم اراجع حشيش على طبعًا الحاجات الخاصه طبعًا، اذا كانت دفاعيه او هجوميه اسلام. أوكي. ليه؟ عشان يحصل تطوير. أوكي. ويحصل بسرعه نرجع لحالتنا الطبيعيه. عايز اقول لك احنا كل ما نبقى مستوانا قليل بهذا الشكل لازم الشغل يزيد. لو احنا وصلنا لمرحله الشغل زاد وبدا في مراجعه في الحاجات اللي بالشكل ده اللي فيها دقه، اللي فيها اتقان، اللي فيها صبر، اللي فيها رؤيه، ممكن حاجات من الاطراف نقدر نشتغل عليها وحاجات من العمق نقدر نشتغل عليها، لان ده بيحصل في المباراه. فلازم انا لما بشتغل عليها وبراجع اسلام لما اجي المباراه بتبقى مذاكر والذاكره عندي موجوده، ولما تجي لي كوره اقدر بثقه اعمل سيطره واقدر احطها في المكان الصحيح. انت عارف يا كابتن ماهر برضو من ضمن الحاجات اللي مبينه الاداء وحش ايه؟ انك برضو في بعض الاحيان في ماتشات يا كابتن اسلام بتلاقي مثلا واحد او الاثنين بعيد عن مستواهم. نعم. الباقي شايل. صح. انما الظاهره الغريبه ان كل الفريق بالاجماع، يعني كل ال11 اللي بيبقوا موجودين يا كابتن ماهر بتلاقي ان هم مستواهم اقل من الطبيعي بتاعهم. فدي حاجه كمان غريبه يعني. والبديل دي حاجه كمان. والبديل يعني كنت تلاقي مثلا واحد ينزل يعمل الفارق يعمل بالزبط. حل بالزبط. يبقى عنده مثلا حلول هجوميه. احنا الفتره الاخرانيه اللعب برضو عشوائي. صح. ما بتحسش انه فيه يعني لعب متفق عليه، جمل ما معروفه زي ما كان النادي الاهلي. يعني استاذنك حشيش لو تفتكر اسلام الكابتن فضل الخطيب كان بيقعد في اخر ايامه وبينزل اخر نص ساعه لو تفتكر في الدوري يعني في الدوري يعني شوف التاثير بقى لما بينزل بيعمل ايه. شوف ابو تريكه
لما كان بيقعد طبعا. وبعدين ينزل او بركات بيبقى موجود وبعدين بينزل. ساعات المدربين بتريح النجوم واخد بالك، لكن لما بينزل يعملوا حاجه بالظبط يغيروا يصنع لك فارق بهذا الشكل. فنتمنى طبعا. طب امتى كابتن حشيش نشوف من سواريش او ننتظر من سواريش اللي حضرتك بتتكلم فيه؟ هو بصراحه انا مشفق عليه بصراحه يعني. هو جاي زي ما بقول لك في فتره صعبه جدا وما عندوش حتى يعني وقت ان هو يقدر. تعرف الاسبوع ده بس هو يعني اللي ممكن ياخد فيه اسبوع بس اللي هو لغايه الثلاث اللي جاي. الثلاث اللي جاي النهارده احنا بقينا خلاص، احنا بقينا الخميس. انت هتلعب الثلاث، انت فاهم ازاي؟ وفي طبعا اجازه او يعني عشان العيد، انما برضو ما فيش اللعيبه مش هتلحق تريح، فانت مش يعني انت مش قادر تريح الناس. فعشان كده انا بقول لك انت كده كده يا كابتن ماهر بتفقد نقاط. فالعب بيه اكسب بقى الولاد الصغيرين. اصل انا مش جايب كمان ولاد صغيرين من كي جي 1 يعني، انا جايب لعيبه 2001 وناشئين وجمهوريه ولعبوا كمان لكاس الرابطه يعني شبه مباريات طبعا رسميه. طب ما وبعدين اللعيبه لما بتنزل بتجيد مزبوط. زي ما قلنا على الثلاث اربع اسماء اللي موجوده. حشيش يا اسلام في توقيت لاشراك الناشئ يعني، في معايير يا اسلام عشان اشرك. طب هو ده توقيت مناسب حضرتك شايف؟ لا، اشراك الناشئ بيبقى وانت عندك ثبات في التشكيل رقم واحد، نتائجك ايجابيه بس انت رقم اثنين بس. اوكي بس لما حطيت زياد عندك خبرات موجوده في الملعب. لما حطيت زياد يا كابتن طبعا هم في نقطه عشان احنا في ظرف استثنائي يا كابتن. شفنا الولاد دول زياد وكوكا كده. وبعدين حتى كمان يمكن في قمه الاهلي والزمالك حصل جراه من ناحيه فيرا مثلا اشرك اربع لعيبه تمام. احنا كمان قبليها كنا اشركنا ثلاث لعيبه منهم مصطفى شوبير كمان. فانا عايز اقول لك يا اسلام فعلا دي المرحله الثالثه اللي اتكلم عليها حشيش، اشراك الناشئ. النهارده الحمد لله بقى عندنا الخبرات موجوده، يلا عندنا النتائج الحمد لله احنا برضك لسه موجودين في المنافسه ان شاء الله. عايز اقول لك بقى احنا شفنا الولاد والناس خد الثقه ياخدوا بقى يعني وبعدين المعايير اللي الكابتن ماهر بيقولها بتبقى في الظروف الطبيعيه، انما انا زي بقول لك دلوقتي احنا في ظروف ما حصلتش للنادي الاهلي ان يبقى بالاجهاد ده، لان ما فيش تلاحم في المباريات والمواسم زي اخر ثلاث مواسم. ده معنى كلام حضراتكم ده ان احنا السنه الجايه هنشوف الويل لو استمرت نفس القصه. صح؟ نفس القصه طبعا. ياما هتروح مغير الفرقه دي وجايب ناس بقى كلها من بره محترفين، تلاقي مثلا 30 واحد محترف وده طبعا استحاله يعني. بس هو اسلام حشيش انا تملي بقول احنا كلنا مرينا بالظروف دي. تملي اقول يا اسلام امن مكان ليك البيت. بالظبط. امن مكان كلاعب حشيش البيت. ليه؟ البيت بيحميك من حاجات كتيره جدا، من الكلام بقى السوشيال ميديا، كلام الجرايد، كلام طبعا. تاني حاجه السهر حشيش طبعا اسلام. طول ما انا بنام بدري اقدر حاله استشفاء بالنسبه لي الثمان ساعات تسع ساعات بتوع النوم فرقوا معايا جدا. تاني يوم تلاقي نفسك قايم اليوم الكامل، لو عندك يوم كامل من الساعه 7 او 8 لحد 5 تلاقيك قايم فريش يا اسلام. دي يا كابتن السواقه اللي كابتن اسلام بيتكلم عليها. لازم نبعد كمان عن السواقه المشاوير اللي هي بين اكتوبر والجزيره وبين 6 اكتوبر والتجمع، دي برضك مهمه جدا. التغذيه كمان مهم جدا. محدش يا جماعه يفكر ان الكلام اللي بيقوله الكابتن ماهر ده كده، لا ده كلام حق يعني. ده هو اساس بدايه الاستشفاء يعني. بالظبط. وفي نفس الوقت كمان اركز بقى اشوف انا الاعداد الذهني كمان، ان انا اتفرج على نفسي. لازم اسجل لمباراه زي ما كنا بنعمل حشيش واسلام، واجي اشوفها اشوف انا تحركاتي الدفاعيه كنت بتحرك ازاي، براقب ازاي، سرحان ازاي، بضغط ازاي، ضاعت مني الكره دي ازاي، ازاي ابقى بلاي ميكر، ازاي ازود الكرات الطوليه، الكرات العرضيه، التصويبات اللي داخل ال 18، الحاجات الثابته، الجمل التكتيكيه اللي بنشتغل عليها، كل الحاجات دي لازم كلنا نبقى عايشين فيها. بتبقى كابتن ماهر في ظروف الجهاز الفني بس يعني، الجهاز الفني والجهاز الاداري واللاعبين مهم كمان. بتبقى كابتن اسلام الظروف غير طبيعيه زي اللي احنا فيها كلنا دلوقتي، محتاجه زي ما انت قلت من اللعيبه مش التركيز بقى في الملعب، التركيز قبل ما ينزل الملعب. بره الملعب ده اخر حاجه بس بره بقى، لان بره لازم اعرف ان انا مجهد وتعبان وعليا ضغط وجمهور والناس ومجلس الاداره و يبقى لازم اريح. الحاجات اللي بعملها الحياتيه العاديه لا اسيبني منها خالص دلوقتي، لان في ظروف غير عاديه، واركز بره عشان ده ممكن ينعكس عليا جوه الملعب. الموضوع ده مهم جدا للعيبه. اللعيبه لازم تخش في المشكله تحس بخطوره الوضع اكتر من كده، ما يبقاش ماتش
واحنا بنطلع في ماتش هزيمه وماتش واحنا بنطلع يا كابتن اسلام في القنوات نقول ايه برضه لازلنا هنبقى مش عارف ايه لو كسبنا اللي جاي لو كسبنا اللي جاي تمام كمان حشيش اتقبل النقد حتى لو هدام طبعا ده في الظروف دي ما تقبلش انا ما تقبلش يعني ده يعني لو حد ما تقبل اللي انا عارفه ما زعلش واخد بالك يا اسلام يعني لازم اتقبل النقد كمان كلاعب لان انت لما بتبقى منور ما شاء الله الجماهير سبع سما اكيد سبع سما على راسه من فوق يعني لو لو حد ما تقبلش النقد في هذه الظروف كل المنظومه يعني كلنا طبعا كلنا كلنا وفي الاخر بقى كابتن اسلام يعني في الموضوع ده برضو يعني لازم اللعيبه تحس خلال الفتره اللي جايه دي ومن بدايه الموسم اللي جاي وقبل الموسم ان مجلس اداره النادي الاهلي وشركه الكوره هيبتدوا يتعاملوا مع اللعيبه دي يعني باكثر اكثر اكثر احترافيه بالظبط على قد ما بتاخد وعلى قد الميزه الكبيره جدا اللي انت سواء حاسسها ولا مش حاسسها ان انت لعيب جوه النادي الاهلي وبترتدي تيشيرت النادي الاهلي ووجودك في النادي الاهلي وانت حاسس كويس قوي وشايف تجارب عمليه يا كابتن ماهر الناس اللي بتمشي من بالزبط. النادي وتروح تلعب في حته تانية بيبقى وضعها ايه انت بتلعب في نادي كبير جدا جدا بتاخد امتيازات كبيره جدا جدا ما بتعيش مش دلوقتي واخد بس شهره وحاجات وبس يا كابتن انا عارف ان انا استاذك بس في الحته دي يا اسلام عايز اقول لك ان في مقوله بقولها حشيش انت في جنه الارض النادي الاهلي جنه الارض صح كل اللي ممكن تشوفه في الجنه بتلاقيه في النادي الاهلي زي ما حشيش قال كده يكفي لو خرجت بر لو خدت كتف يا كابتن اسلام مش مثلا كمان على الاسم شوف العذاب بقى على الاسم بس كان زمان بنقول ايه كفايه اسم النادي لا ده انت غير الاسم كمان انت من اكتر الناس اللي بتاخد ماديا كمان يعني مش هنقول اصلا انت احنا بتضحي وبتلعب النادي الاهلي وما بتاخدش لا يعني انت بتاخد كويس انا برضو بشوف كده دايما احنا داخلين على عيد او كل حاجه يعني مش لازم اصحى الفجر واروح اذبح لا يعني اصلي يعني اصلي طبعا ما بقولش كل حاجه ما حدش يفهم كلامي غلط مش لازم اتعب نفسي انا قصدي مش لازم اتعب نفسي بقى اليومين دول طبعا ماتش التلاته وجهه نظري صحيح يعني انت حضرتك عارف العيد واحنا كلنا يعني وده طبيعي وضروري جدا لا انا اخد راحتي في النوم بعد الصلاه وبعد كل حاجه اخد راحتي في النوم وبعد كده اروح اعمل زياراتي العائليه ولامي وابويا ولاخواتي ولاصحابي وكل حاجه ومش بوقت كبير انا اعتقد كده. انه اعتقد ده كان بيحصل معايا انا كنت بشوف كده انا وكابتن حشيش كان بيشوف كده طبعا حكيت لي طبعا كابتن ماهر كان بيشوف كده وقال لي عيد ايه ده عيد واثنين وثلاثه ما كناش بننزل مفيش خالص طبعا ما كناش بنروح في حته طبعا فيعني احنا دلوقتي بنلاقي ايه ان الناس طالعه وتاخد صور ماشي يا سيدي خد صور لما يبقى الوضع ومفرح الناس كلها وبسط الناس كلها خد الصور اللي انت عايزها لانك لو ما كسبتش كمان واديت وحسست الجمهور ان انت بتموت في الملعب حتى لاي مع اعتبار اي نتيجه الناس مش هتصور معاك بعد كده برضو خلي بالك عليك. يعني لازم وبعدين اقفل على نفسك شويه بقى بس وبعدين يا كابتن اسلام الاستشفاء من البيت عندنا ماتشين جايين فيوتشر وبيراميدز والماتش بطولة الزمالك انت بتلعب كاس الثلاثه كمان انا هعتبر اللي من الجاي ده مش دوري ده كاس دي ماتشات كاس بقى لان انت حطيت برضو نفسك في الموقف ده ان انت الماتشات مفيش بونت يضيع بعد كده فعشان ما يضيعش بونت بعد كده مع فرق قويه جايه تلعبك وعندها تحديات جامده معاك لازم انت كمان يعني تضاعف في المجهود والتركيز وكل حاجه ان شاء الله انا عندي ثقه كبيره جدا 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 في هؤلاء اللاعبين حتى هذه اللحظه مش انا لوحدي كلنا ان شاء الله هنفضل دعم ومسانده واجبه لكل هؤلاء اللاعبين لانه انت حضرتك بتساند النادي الاهلي ما بتساندش حد تاني وبالتالي القادم كله صعب القادم كله صعب فيوتشر بيراميدز الزمالك بعد كده مباريات اخرى لكن خلينا في الثلاث مباريات دول وبعد الثلاث مباريات نشوف ايه اللي حصل كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن ايمن شرفت ونورت كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن حشيش شرفت ونورت طيب طبعا شكرا جزيلا لنجمين الكابتنين الكابتن ماهر همام والكابتن محمد حشيش هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل استاذ محمود صبري واستاذ عصام شلتوت في ضيافه البيت الكبير